أنا جمال إسبانيا، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. أشكركم جزيل الشكر على دعمكم للقناة. بالنسبة للناس الذين لم يشتركوا بعد في القناة، أتمنى لو شرفونا يعني باشتراك وبتفعيل الجرس وبترك تعليق أو ولايك أو بالضغط على زر الإعجاب. أشكركم جزيل الشكر على دعمكم لنا وتشجيعكم لنا. بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي صديقاتي، كما ترون معي هنا على هذه السبورة الصغيرة، المهم فيديو اليوم سيكون بخصوص فعل سير، الفيربو سير، وهذا فعل يعني يعتبر ذو أهمية كبيرة يعني في اللغة الإسبانية، وله استعمالات كثيرة جدا وله أهمية كبيرة جدا. كما قلت، كما كتبت على هذه السبورة الصغيرة، el verbo ser en el presente، فعل ser في المضارع أو في الحاضر. el verbo ser en el presente، يعني هنا صرفت هذا الفعل في الزمن المضارع أو الزمن الحاضر، كما ترون معي هنا. yo soy، yo soy، أنا أكون مثلا، لأن الفيربو سير باللغة العربية فعل الكينونة، يعني أنا أكون، أنت تكون، هو يكون، نحن نكون، إلى آخره. قلنا يو سوي، تو إيريس، تو إيريس، إل إيا إس، إل إيا إس، نوسوتروس سوموس، نوسوتروس نوسوتراس سوموس، vosotros vosotras sois، vosotros vosotras sois، ellos ellas son، ellos ellas son. قلنا يعني انا اكون، انت، tú eres، el ella قلنا، nosotros nosotras somos، vosotros vosotras sois، ellos ellas son، يعني yo انا. لو تتذكرون معي، لأننا قد شاهدنا معا هذه الضمائر الشخصية وتعلمناها في فيديو سابق. أنا، 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 أنت، هو، هي، نحن، أنتم، هم، هن. Yo soy، tú eres، él، ella es، nosotros، nosotras somos، vosotros، vosotras sois، ellos، ellas son. وهنا يعني كتبت على السبورة كبيرة كما ترون، كما تشاهدون معي أصدقائي، يعني بعض الاستعمالات التي يتميز بها يعني فعل سير أو الفيربو سير. كما ذكرت سابقا، يعني الفيربو سير هو فعل مهم جدا، يعني له استعمالات كثيرة جدا في اللغة الإسبانية، ومن الضروري يعني أن تكون عندكم فكرة يعني على كيفية استخدامه والحالات التي يستخدم في هذا الفعل إلى آخره. مثلا أول استخدام لهذا الفعل el verbo ser كما ذكرت، هو يعني لكي نتكلم عن مهنة أي شخص أو حرفة شخص، أي شخص من الأشخاص. مثلا باللغة العربية نقول أنا كهربائي مثلا، أو أنا إسكافي، أو أنا محامي، أو أنت قاضي، إلى آخره. فنستعمل الفيربو سير، يعني هنا فوق يو سوي أبوغادو، يو سوي أبوغادو، أنا محامي، أنا مهنتي محامي، أو أنا أكون محامي في المذكر، يعني يو سوي أبوغادو، yo soy abogado. في المؤنث، يعني نفس الكلمة أو نفس الجملة في المؤنث، tú eres abogada، tú eres abogada، يعني أي أنت محامية. قلنا yo soy abogado، أنا محامي، أنت محامية، tú eres abogada، يعني بدلنا كما ترون معي هنا، يعني بدلنا أو بأ لكي نحصل على مؤنث هذه الكلمة، يعني كلمة محامي، فأصبح عندنا يعني abogada، yo soy abogado، tú eres abogada. él es electricista، él es
electricista. Él es electricista. Él es electricista. Electricista. يعني هو كهربائي. هو يكون كهربائي. Él es electricista. Electricista. يعني كهربائي. الشخص الذي يعمل في مجال الكهرباء. Él es electricista. لو أردت مثلا يعني تغيير يعني هو كهربائي ب يعني ووضع مكانها مثلا أنا كهربائي نبدل فقط ال اس ب يو سوي يو سوي إلكتريسيستا أنا كهربائي أو مثلا تو إيرس إلكتريسيستا تو إيرس إلكتريسيستا أعيد يو سوي أبوغادو تو إيرس أبوغادا ال اس إلكتريسيستا. استعمال ثاني يعني الاستعمال الثاني لفعل سر يعني والذي لا يقل أهمية عن الاستعمال في الحالة الأولى لكي تقدم نفسك مثلا لكي تقول أنا فلان مثلا ففي هذه الحالة نحتاج لاستخدام الفيربو سر فعل الكينونة كما قلت يعني أنا جمال أنت محمد مثلا هو اسمه مصطفى مثلا هو مصطفى إلى آخره فنستعمل الفيربو سير يعني أنا جمال أنت فاطمة أنت فاطمة مثلا هو مصطفى أو عمر يعني هذا الشخص يكون عمر مثلا أو هذا الشخص يكون مصطفى este es مصطفى مثلا أو él اس مصطفى هذا الشخص يكون مصطفى اي اسمه مصطفى كما ترون معي هنا يو سوي اي انا اكون جمال يو سوي جمال يو سوي جمال ايا اس ماريا ايا اس ماريا ايا اس ماريا هي تكون ماريا قلنا يو سوي جمال هي اس ماريا يعني هنا يمكننا يعني وضع هذين الاسمين كمثال ولكن يمكننا وضع اي اسم من الاسماء من الاسماء الشخصية يعني مكان هذه الاسماء يعني يو سوي محمد يو سوي محمد مثلا يو سوي عمر يو سوي عبد الجليل انا عبد الجليل مثلا انا خديجة مثلا يو سوي خديجة قلنا يو سوي جمال هي اس ماريا هي تكون ماريا هي اسمها او هي تكون ماريا سوف امر يعني لل يعني هنا سوف نرى الان يعني استخدام اخر يعني من الاستخدامات الكثيره التي نستعمل او من الحالات الكثيره حاله من الحالات الكثيره التي نستعمل فيها فعل الكينونه يعني الفيربو سير الفيربو سير يعني هي لكي نتكلم عن اصل اي شخص من الاشخاص مثلا عندما تتكلم عن جنسيتك مثلا او عن المكان الذي تنتمي اليه يعني فنستعمل في هذه الحالة كذلك الفيربو سير فعل الكينونة لكي تقول مثلا أنا من هذا البلد أو أنا من تلك المدينة مثلا يعني لكي تتكلم عن الأصل عن المكان الذي تنتمي إليه أو عن جنسيتك ففي هذه الحالة فلا بد ومن الضروري استعمال الفيربو سير مثلا يو soy yo soy de Marruecos yo soy de Marruecos أي أنا أكون من المغرب أو أنا من بلد المغرب أو أنا من المغرب yo soy de Marruecos في هذه الحالة مثلا يمكننا تغيير يعني أنا وضعت كلمة Marruecos كمثال ولكن يمكننا مثلا وضع اي بلد اخر في العالم يعني من مكان مارويكوس يعني يو سوي دي المانيا مثلا يو سوي دي فرنسيا يو سوي دي ارجيريا يو سوي دي ايجيبتو مثلا انا من مصر مثلا يو سوي دي اميراتوس عربيس اونيدوس مثلا اي او
Yo soy de Marruecos. أو لو أردت مثلا القول يعني في الحالة الأولى في الجملة الأولى أنا من المغرب، وفي الجملة الثانية هنا لو أردت القول مثلا أنا مغربي، أنا أكون مغربي أي مغربي الجنسية والأصل. Yo soy marroquí. Yo soy marroquí. Yo soy marroquí. يعني tú eres español. أنت تكون إسباني، يعني أنت إسباني الأصل أو إسباني الجنسية أو إسباني الانتماء. يعني tú eres español. Yo soy español مثلا. Él es español. هو يكون إسباني، إسباني الجنسية أو إسباني الأصل. قلنا tú eres español. Él es argelino. Él es argelino. أي هو من الجزائر. Él es argelino. Mohamed أو محمد. Mohamed es de Argelia. محمد هو أو محمد يكون من الجزائر. أو محمد من الجزائر. Mohamed es de Argelia. أحمد أو أحمد es de Marruecos. أحمد يكون من المغرب. أحمد يكون من المغرب. أحمد إس دي ماروكوس. أو يعني مثلا كلمة أحمد هنا هي اسم شخصي يعني مذكر، يمكننا وضع أي اسم مذكر ما كان هنا. يعني مثلا محمد عمر إس دي ماروكوس مثلا، محمد إس دي ماروكوس مثلا، محمد من المغرب. أو عبد السلام إس دي ماروكوس، أو إلى آخره. أو أنس أو عمر أو أشرف مثلا من المغرب إلى آخره. قلنا أحمد إس دي ماروكوس. وكذلك يعني أنا لحد الآن يعني شاهدنا فقط الأصل، يعني عندما يكون أصل أو انتماء شخص لبلد أو لدولة من الدول. وكذلك يعني لكي نتكلم عن أصل الشخص، ولكن المدينة التي ينتمي إليها هذا الشخص أو الذي أصله منها، يعني وسط بلد من البلدان، أي بلد معين يعني دولة معينة. فنستعمل كذلك الفيرب وصل. Juan es de Madrid. Juan es de Madrid. مثلا لو وضعت مثلا اسم ماريا مكان Juan، تصبح عندي ماريا إس دي مدريد. ماريا إس دي مدريد. ماريا من مدريد، يعني تنتمي إلى مدينة مدريد أو أصلها من مدينة مدريد إلى آخره. فكما ذكرت في بداية الفيديو صديقاتي أصدقائي، الفيربو سير أو فعل الكينونة، فعل سير، لديه استعمالات كثيرة جدا يعني. والآن بدأت يعني بالفيربو سير، و هو دائما يكون يعني الفيربو ستار. الآن بدأت بالفيربو سير، كما ذكرت الفيربو سير لديه استعمالات كثيرة جدا. اليوم في فيديو اليوم ذكرت بعض الاستعمالات أو بعض الحالات التي نستعمل فيها الفيربو سير. في الفيديو القادم سوف أذكر مزيدا من الحالات التي يستعمل فيها الفيربو سير. وعندما أنتهي إن شاء الله من شرح الفيربو سير بكل حيثياته، ان شاء الله سأبدأ بشرح الفيربو استار. سوف نشاهد معا كذلك كيفية تصريفه ان شاء الله، والاستعمالات الكثيرة التي يدخل فيها. اخواني اخواتي، اشكركم جزيل الشكر على مشاهدة الفيديو وعلى دعمكم لنا، واشكركم جزيل الشكر وتحياتي لكم.